السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بالأخوة المتواجدين معنا بمحاضرة اليوم. طبعا بعد غياب نوعا ما لمدة أسبوعين نعود مجددا بجدول محاضراتنا. أشكر الجميع على تواجدهم في محاضرة اليوم. طبعا محاضرة اليوم هي بعنوان أهمية الدعم والمقاومة في تحديد الاتجاهات، وأيضا راح نتناول فيها مجموعة من المعلومات المرتبطة بمستويات الدعم، مستويات المقاومة، خطوط الاتجاه في أول محاضرة لنا مع بداية أسبوع التحليل الفني مجددا. فطبعا الجديد القديم، نعود ونذكر بهذه الأساسيات. أكيد بعض الأخوة كان حاضر إلي محاضرات سابقة أتحدث فيها عن نفس هذا الموضوع. اليوم عم نقدم هذا الموضوع ببعض التجديد، إن صح التعبير، تجديد من ناحية البيانات، طريقة الصياغة، وكذلك أيضا الأسلوب إن شاء الله اللي رح نعتمده بمحاضرة اليوم. طبعا لسه ما شيرت معكم سكرين، خليني أشارك معكم سكرين الآن. أعتقد السكرين واضحة أمامكم والصوت مسموع بالنسبة للأخوة المتواجدين معنا، تأكدوا لي ذلك. تمام، إذا نبدأ بمحاضرة اليوم واللي عنوانها الأساسي راح يكون عبارة عن مستويات الدعم، مستويات المقاومة. وخلينا أول شيء أخذكم بتذكرة سريعة وجولة عن مبادئ التحليل الفني، لأنه هذا الأسبوع نحن مخصصينه بكل المحاضرات لما يسمى بالتحليل الفني. التحليل الفني اللي هو مبني على نظرية داو، نظرية داو اللي طورها تشارلز داو. طبعا هذه النظرية تقوم على ثلاث مبادئ رئيسية معروفة. أول مبدأ هو أن السعر يعكس كل شيء، وهو أهم مبدأ على الإطلاق. يعني اللي بده يروح يدرس مثلا، خلينا نقول قرر أنه يدرس CFTE محلل فني معتمد أو CMT، بده أول مدخل له بهذه الدورات أو بهذه الأنظمة المتخصصة بإعداد تحليل محلل فني، أنه يبدأ بهذا المدخل اللي هو نظرية تشارلز داو، المبادئ الأساسية تبعها، وراح يدخل بأول مبدأ فيهم وهو أن السعر يعكس كل شيء. الحركة السعرية اللي أنت عم بتشوفها whatever من خلال مخطط سعري أو مخطط السعري، سواء كان شموع يابانية أو مخطط خطي أو مخطط أشرطة أو أعمدة أو zero figure أو الفيجرز، خلينا نقول بأي طريقة تستعرضه، فأعرف أنه الأسعار اللي أنت عم بتشاهدها أمامك تعكس كل المتغيرات حقيقة اللي عم بتكون موجودة في السوق. حدث أمر معين، انتخابات، نتائج انتخابات، تصريح معين، قرار من بنك مركزي، حادثة طبيعية حدثت في مكان ما، بنشوف الإمباكت أو التأثير يظهر مباشرة على الأسعار. صدرت أرقام معينة في الاقتصاد معين، بنلاحظ أنه هذا العملة أو هذه المنتجات المرتبطة، المنتجات المالية المرتبطة بهذه الدولة مباشرة تأثرت وتحرك السعر عندي ليعكس هذه المتغيرات. فأنا مرجعيتي هي السعر بالتحليل الفني ولا شيء غير السعر، بالتالي أنا أقوم بدراسة وتحليل هذه الحركة السعرية. ننتقل من هذا المبدأ إلى المبدأ التالي، واللي هو أنه بيقولك أنه التاريخ يعيد نفسه. بمعنى آخر أنه كل نموذج أو شكل بتشوفه بالأسعار ترسمه إنما هو متكرر سابقا. فعندما يكون هذا النموذج أو هذا الشكل يتكرر بشكل دائم، إذا تكرر مرة أخرى أنت بتعرف شو هي التوجه أو الحركة السعرية أو البرايس أكشن اللي راح يكون مترافق مع تشكل هذا النموذج. فهذا هو الفارق، خلينا نقول، اللي بيشكله عندي التحليل الفني، كيف بيساعدني على توقع الحركة المستقبلية. وأهم كمان مبدأ يقوم عليه
هذا التحليل الفني هو، خلينا أفرجيكم الصورة أمامكم، هو أن الأسعار تتحرك باتجاهات. طالما الأسعار عندي بتتحرك باتجاهات، يعني شوف نعود إلى الأساس بالتحليل الفني، بيقول لك إنه الأسعار تتحرك باتجاهات، وفعلا هي تتحرك باتجاهات. كل ما علينا معرفته هو تحديد هذا الاتجاه، كيف يمكن أن يتشكل وكيف يمكن أن يحكم الحركة السعرية في الفترة القادمة، وكيف ممكن أن تتمرد عليه الحركة السعرية لهذا الاتجاه وبالتالي تقوم بكسره أو باختراقه، وما هي المؤشرات وكيف تعرف أنه تم تغير الاتجاه أو تم أو سيتغير الاتجاه، ما هي المؤشرات السابقة وما هي التأكيدات. كل ذلك رح نناقشه بمحاضرة اليوم. علينا نعرف أولاً إنه السوق يتحرك وفق ثلاثة اتجاهات. ممكن ببساطة بتجي بتقول يعني ممكن الشخص العادي ضحك يقول إنه مزبوط، يا طالع يا نازل، يا رح يوقف مكانه، تماماً هذا هو المبدأ تبعه. ولكن هي تفهمك لهذه الأمور البسيطة تقدر تبني عليها التحليل. مزبوط، الاتجاه الصاعد أو الحركة الصاعدة وهي المبنية على أساس معين أنه القمم تكون متتالية بالارتفاع، القيعان أيضا متتالية بالارتفاع مثل ما عم بتشوفوا أمامكم، بالاتجاه الهابط تكون القمم متتالية بالانخفاض والقيعان أيضا متتالية بالانخفاض، إنما بالاتجاه العرضي فبنلاحظ أنه القمم على مستوى واحد والقيعان على مستوى واحد. هذه هي الاتجاهات الثلاثة الرئيسية اللي نحن بنبني عليها يعني تحديد اتجاه الحركة السعرية. بالتالي حركة السوق واتجاه الأسعار هي ضمن الثلاث أنماط اللي نحن عم نشوفهم مع بعض. فلنبدأ بتفسير مبدأ الدعم والمقاومة. مبدأ بسيط جدا، خلينا نحكي فيه إنه مستوى الدعم هو عبارة عن المستوى الذي ترتد من عنده الأسعار. كل ما بتوصل للسعر ينخفض إلى هذا المستوى يبدأ بالارتداد. بيجي شخص بيقول يعني أنا فيني أرسم أي خط ارتدت منه الأسعار ونقول إنه هو مستوى دعم. نظريا أو بالطريقة السهلة أو الكلاسيكي، الطريقة الكلاسيكية لتحديد مستويات الدعم ومستويات المقاومة هي أنك تحدد مستوى ارتدت منه الأسعار ولو لمرة واحدة بنحط نحن خط عنده وبنحدد انه هذا مستوى الدعم. في منطقه، في نقطه مهمه جدا بتفرق عند كثير من الناس اللي ما بيعرفوا حتى الان، ما هو مستوى الدعم وما هي منطقه الدعم. ما هو مستوى الدعم وما هي منطقه الدعم؟ مستوى الدعم هو مستوى يرسم على اللوز او ادنى الاسعار. اوكي، هو مستوى يرسم على أدنى الأسعار، بمعنى آخر بتشوف ذيل الشمع المنخفض، آخر نقطة في هذا الذيل هي بتكون وارتدت منه الأسعار مرة أخرى، هذا بيكون عندي مستوى الدعم للأسعار. منطقة الدعم، الفارق ما بين المستوى وما بين المنطقة. المنطقة هي بتكون محصورة ما بين الكلوز يعني مستوى الإغلاق وما بين اللوز اللي هي أدنى المستويات. بمعنى آخر إنه أنا مستوى الإغلاق ومنطقة والأدنى مستوى، هدول الخطين اللي بأفقيين اللي برسمهم يمثلان عندي مستوى للدعم، يمثلان مستوى للدعم، عفوا منطقة للدعم. بينما مستوى الدعم لحاله يكون مرسوم على أدنى الأسعار. تمام؟ فأي الأكثر دقة عندك أو أي الأكثر خلينا نقول مرونة ويمكن الاعتماد عليه، اعتمد دائما على شيء اسمه منطقة الأسعار أو منطقة الدعم. منطقة الدعم هي محصورة ما بين الكلوز وما بين اللو. الكلوز تجمع الكلوز اللي على مستوى واحد وبتحط لهم خط، بعدين بتجي بتشوف أدنى نقطة موجودة فيهم وبتحط خط وبتقول هذا هو اللو برايسز اللي نحن واصلين له. فبالتالي بنعرف هذا المنطقة الدعم. بنفس الشكل يتم تحديد مستوى المقاومة ومنطقة المقاومة، وهو المستوى الذي يرتد منه السعر من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط، من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط، مثل الرسوم اللي نحن عم نشوفها تحت. مستوى المقاومة ترتد منه الأسعار مرة،
ومن ثم تعود وترتد مرة أخرى ومن ثم تعود. عندما يرتد السعر مرتين من نفس هذه المنطقة فلازم نعرف أن هذه المنطقة هي منطقة مقاومة. إن وصل إليها السعر مرة ثالثة، وهذا سؤال موجه لجميع الموجودين معنا، لو وصل السعر مرة ثالثة إلى مستوى المقاومة، ما هي الصفقة التي تبادر إلى ذهنك مباشرة؟ هل هي صفقة بيع أم صفقة شراء؟ يعني وصلنا إلى مستوى المقاومة، أول مرة ارتدينا، ثاني مرة ارتدينا بالاتجاه الهابط، ثالث مرة عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة هذا، بماذا تفكر؟ بالشراء أم بالبيع؟ تماما تفكر بالبيع. أول شيء بتفكر فيه، يعني أنت كمايند سيت كتريدر، أول شيء بتفكر فيه أنه يوصل السعر لمستوى المقاومة مباشرة تنفذ أو تفكر بصفقة البيع. شو اللي بتستناه لحتى تبيع؟ ما هي الإشارة التي تحصل عليها حتى تبيع؟ أحتاج إلى إشارة أن السعر، إشارة بيسموها ريفيرسل سيجنال، اللي هي إشارة انعكاس، إشارة انعكاس. أنا ما بدخل مجرد وصل لعندها، بدخل أول ما أحصل على إشارة أنه انعكس من مستوى المقاومة هذا. أول شغلة بدك تفكر فيها، لا أحد يبيع عند القمم، عفوا يشتري عند القمم. التريدر الشاطر ما لازم يفكر أبدا أنه يشتري عند القمة، إنما يفكر شو؟ بالبيع عند القمة، مشان نعرف إنه والله هل بنبيع هل بنشتري. هلا بيجي عندي الشخص بيشوف الموجة وصل لفوق، هو متأخر بالدخول، يفكر بالدخول مرة أخرى نتيجة الخبرة المنخفضة، بيجي بيقولك أنا وصل لهذا المستوى ويقوم بالدخول، وهو مستوى مقاوم ارتد منه السعر أكثر من مرة. بالتالي هذا خطأ شائع يحدث عند العديد من المستثمرين. خلينا نقول حاولت صنف هون مجموعة من المتداولين في السوق، نصنفهم بأربع زمر، أربع زمر. خلينا نفكر أو نحلل سيكولوجية الدعم والمقاومة كيف فعلياً. يعني احنا بنعرف انه كل المصطلحات اللي بنستخدمها مصطلحات فنية، دعم مقاومة. طيب انا كيف هذا الدعم والمقاومة؟ هو بالنهاية السعر اللي احنا عم بنشوفه هو عبارة عن تمثيل لمقابلة العرض مقابل الطلب، يعني مقابل صفقات البيع وصفقات الشراء. فخلينا نرجع للأساسيات التي تمثل حركة السعر اصلا، نتيجة التغير ما بين الطلب والعرض، ما بين البيع والشراء يتغير السعر عندي. فخلينا نرجع للأساسيات هاي ونشوف نفسيات المتداولين أساساً عندما يبدأون بالدخول بالأسواق. فبنحصل على النماذج التالية. إذا كان عندي مثالي هون عم يعني يحاول يشرح لكم أنه لو كان عندي زوج اليورو دولار أمريكي على سبيل المثال، وارتفع من مستويات 1.1 إلى مستويات 1.1 مئة، تمام؟ ارتفع، عندها سيحدث التالي: أصحاب عقود الشراء اللي اشتروا أساساً من مستويات 1.1 راح يكونوا مبسوطين، حققوا أرباح بمئة نقطة، تمام؟ ويفكرون بأنه عندهم شعور من الندم بعض الشيء أو بعضهم أنه ما أخذ عدد أكبر من العقود، يعني حجم صفقته كان أكبر، وبالتالي بيكون عندهم قرار الشراء إذا عاد السعر مرة أخرى إلى نقطة الدخول اللي هي عند مستويات شو؟ 1.1. لو رجع السعر مرة تانية لمستويات 1.10 راح يفكروا بالشراء مرة أخرى، لأنه شو؟ لأنه هم ندمانين أساساً ما كبروا حجم الصفقة. هذا أول نوع من الناس. ثاني نوع من الناس اللي هو أساساً كان مرتكب لخطأ، كان باللحظة اللي هي طلع فيها السعر كان هو عند 1.1 قائم بصفقة بيع، وبالتالي خسر لما وصل السعر ل 1.11. هذا الشخص يفكر انه لو عاد السعر مرة اخرى الى مستويات 1.1، اول شغلة راح يساويها يسكر صفقات البيع اللي هو خسران فيها ويعكس الى صفقات شراء. بالتالي يتمنون انخفاض السعر إلى سعر شرائهم بهدف إغلاق العقود. ثالث زمرة هي غير المشاركين، أو اللي بنسميهم غير مشاركين، لا بالمجموعة الأولى
ولا بالمجموعة الثانية. المجموعة الأولى منهم يعني اللي هم اللي اشتروا خرج من صفقات الشراء مبكرا، راح ينتظر أي فرصة للدخول والشراء مرة أخرى والحصول على عقود جديدة. يعني واحد وصل لل 1.1% سكر صفقاته تمام ربح، ينتظر العودة مرة ثانية إلى مستويات ال 1.1 حتى يدخل مرة أخرى ويشتري، أو أنه هو أساسا ما دخل بالصفقة الأولى لا شراء ولا بيع، لكن شاف أنه عنده مستوى دعم وعنده مستوى مقاومة، ارتدينا من المقاومة انخفضنا مرة أخرى، سيفكر بالدخول بصفقة شراء. النموذج الأخير وهم اللي لا مع هدول ولا مع هدول، هم أساسا فقط مراقبين للسوق، شاهدوا الارتفاع ولكنهم ينتظرون أقرب فرصة مواتية للدخول مجددا والشراء. عمليا أو لهذه الأسباب والاختلاف نفسيات المتداولين بين المجموعات الأربعة السابقة، مجموعها أو بمجملها قرروا أنه يفكروا بالشراء عند الوصول إلى مستويات 1.1. عند ذلك المستوى هناك مستوى دعم. عرفنا كيف تشكل مستوى الدعم؟ عند أي أساس أو ما هو السبب ليش عند مستويات الدعم هذا؟ نحن أساساً السوق يتحرك بأمواج. كيف يتم خلق هذه الأمواج أساساً؟ مين اللي بيخلقها؟ البائعين والمشترين. السيكولوجية أو النفسية تبعيت البائعين والمشترين هم اللي بيخلقوا هاي الأمواج. فمستوى الدعم ما هو إلا مستوى تتقلب فيه الآراء ما بين تأييد للشراء وما بين تأييد للبيع، ولكن دائما لما نوصل على الدعم كل المجموعات تتفق على أنه راح تقوم بالشراء مرة أخرى وتدخل بالأسواق بالاتجاه الصاعد. نفس الأمر عندما نكون مرتدين من وين؟ من مستوى مقاومة. فلازم نعرف شغلتين، السوق سيبقى يتقلب ما بين مستوى دعم إلى مستوى مقاومة حتى تنتصر مجموعة على مجموعة أخرى. مسببي الارتفاع انتصروا فرح يكون عندي اختراق لمستوى المقاومة، مسببي الانخفاض هم اللي انتصروا أو كانوا هم الأكثرية فرح يكون عندي كسر للدعم. عرفنا كيف الحركة بتصير. وعندما نخترق مستوى مقاومة فإننا نستهدف مستوى مقاومة ثاني جديد، وعندما يتم كسر دعم فنستهدف مستويات دعم جديدة. فنحن دائما عندي بالسوق بأي لحظة في عندي إمكانية لرسم مستويات الدعم ومستويات المقاومة، إلا في حالة زيارة مستويات تاريخية لم يتم زيارتها مسبقا. فهون بعتمد على أساليب جديدة بتقييم مستويات الدعم ومستويات المقاومة. عرفنا مستويات الدعم ومستويات المقاومة سيكولوجيا كيف تشكلوا أساسا. خلينا نقول كيف نحدد الدعم والمقاومة بوساطة القمم والقيعان السابقة. هون بهاي الحالة تحديدا فعلينا أن نعرف التالي: تتحرك الأسعار مكونة لقمم وقيعان. بالنسبة لكل قمة أو كل قاع سابق هو مستوى دعم، ومن المتوقع أن يرتد منه السعر بالصعود، وكل قمة سابقة هي مستوى مقاومة. يعني هذا قاع، أول قاع تشكل، طلعنا عند مستويات القمة الأولى وبدأنا بالهبوط. مجرد ما بدأت بالهبوط يجب أن أستهدف مستوى الدعم الأول. وين مستوى الدعم الأول؟ هو عند آخر قاع وصلت لإله، هذا هو مستوى الدعم. ارتديت من مستوى الدعم مرة أخرى بالاتجاه الصاعد، وين ممكن ارتد أو يصل السعر؟ نحو مستويات المقاومة اللي تشكلت عند القمة السابقة. فدائما نحن محصورين بين قمم وقيعان. إذا كانت الحركة قوية بالاتجاه الهابط مثل اللي شايفينه هون، أي أن البائعين أكثر من المشترين ودخول بصفقات بيع أكبر من صفقات الشراء، يتم كسر مستوى الدعم ونستهدف مستوى دعم جديد عند القاع الجديد. القمة تمثل عندي
القاع المكسور هذا أو المستوى الدعم المكسور يتحول إلى مستوى مقاومة في هذه الحالة، ويتابع السعر الحركة بنفس هذا الاتجاه. فعليك التالي: لرسم مستويات المقاومة تبحث عن القمم التي هي على مستوى واحد في الحركة السعرية السابقة وترسم عليها خط. طبعا هذا الخط يجب أن يكون على الأقل مكون من أدنى أو من أعلى مستوى، لرسم مستوى مقاومة نبحث عن أعلى النقاط الهاي ونقوم بتحديد هذا الخط ورسمه. إذا كان عندي قاع فأبحث عن أدنى المستويات في هذا القاع، يعني أدنى نقطة بالشمعة، وبرسم من عندها خط. وإذا كان عندي أكثر من شمعة اللو تبعها على نفس المستوى فهذا يعطي قوة أكبر لمستوى الدعم هذا، وإذا كانت أكثر من شمعة الهاي تبعها على مستوى واحد فبالتالي يعطيني مستوى مقاومة أكثر دقة. واضح؟ خلينا نتحدث عن كسر الدعم واختراق المقاومة بطريقة أفضل. لا يرتد السعر دائما من مستويات الدعم والمقاومة. لو أنه بده يظل يرتد من مستوى دعم لمستوى مقاومة فنحن ما عندنا غير two orders بهي الحالة: عندما يصل إلى المقاومة نبيع، وعندما يصل إلى الدعم نشتري. ولكن السعر لحتى يرسم اتجاهات يجب أن يتم اختراق مستوى مقاومة وأن يتم كسر مستوى الدعم. كيف يتم الكسر وكيف يتم الاختراق؟ ما عمره صار اختراق إلا بشمعة قوية ممتدة، وتزداد قوة مستوى المقاومة مثل ما ذكرنا عندما يكون هناك أكثر من مرة مرتد من عنده السعر. فكلما كان ارتداد أكبر للسعر كلما كانت قوة هذا المستوى كمقاومة أو دعم أكبر. حتى يتم كسر المقاومة القوية، اختراق المقاومة القوية أو كسر الدعم القوي، يجب أن يكون هناك شمعة قوية ممتدة. هل يكفي أن يكون ظلها هو اللي عمل الاختراق؟ لا. ما الذي يجب أن يحدث حتى نقول قد تم الاختراق أو تم الكسر؟ يجب أن تخترق هذه الشمعة مستوى المقاومة وأن تغلق تماماً فوق مستوى المقاومة، أو أن تكسر مستوى الدعم وتغلق تماماً الشمعة دون مستوى الدعم، فبتلاقيها شمعة كبيرة ممتدة تغلق تماماً دون مستوى الدعم أو فوق مستوى المقاومة، بنقول تم الاختراق بهذه اللحظة. إيه تم الاختراق؟ إذا تم اختراق مستوى المقاومة نفكر بماذا؟ إذا اجت الشمعة القوية الممتدة هي واخترقت مستوى المقاومة وأغلقت فوق مستوى المقاومة، ما الذي يفكر به المتداول بهذه الحالة؟ بالأول كنا نقول طالما نحن قريبين من مستوى المقاومة نفكر بماذا؟ بالبيع. لكن إذا تم اختراق مستوى المقاومة نفكر بماذا إذن؟ نفكر بالشراء، بنقوم بتنفيذ صفقة شراء. فتماما أول ما يصير عندي اختراق وإغلاق فوق مستويات المقاومة نفكر بشراء، نجي وبنسكر بنفتح صفقة شراء. وقف الخسارة عنا بيكون عند مستوى المقاومة اللي تم اختراقه، والتيك بروفيت تبعي بنشوف إما بنقيم مستوى الوقف الخسارة قديش وأضربه باثنين أو أضربه بثلاثة وبستهدف، هذا هو هدفي، أو أبحث عن أقرب مستوى مقاومة اللي كان عند قمة سابقة وأقوم باستهداف هذه المستويات. إذا كان عندي جودة جيدة بهذه الصفقة سوف أقوم بتنفيذها. أما المتداول الأكثر حذراً خلينا نقول بينتظر يتم الاختراق ويتم رسم أول قمة. رسم أول قمة ماذا يعني؟ يعني أنه السعر طلع
رسم القمة وبدأ بالهبوط، فيبدأ بالبحث عن إمكانية اختبار مستوى المقاومة المكسور أو المخترق. إعادة اختباره كيف؟ كل مستوى مقاومة يتم اختراقه يتحول إلى مستوى دعم، بيجي السعر يزور مستوى الدعم الجديد وبيرتد منه مرة أخرى. عندها لاحظ قاعدة هاي تبادل الأدوار، مقاومة أولى جينا على مستوى الدعم، اخترقنا مستوى المقاومة، اللي دخل بصفقة شراء من هون هذا متسرع نوعا ما، حط وقف الخسارة هون وهدفه كتير بعيد. إذا كنت تحتاج إلى دقة أكبر بتداولاتك تنتظر أنه هذه القمة يتم رسمها ونبدأ بعودة لاختبار مستوى المقاومة، وممكن أني أنفذ صفقتي مع عودتي مجددا إلى اختراق هذه القمة مرة أخرى. فمجرد ما تم تشكل هذه القمة وانعكسنا بالاتجاه الهابط، أنا بحط pending order، أمر آجل عند مستوى المقاومة هذا. إذا وصل السعر إلى هذا المستوى سيتم تفعيل صفقة شراء، وهدفي فيها هو الوصول إلى المقاومة الجديدة أو المقاومة التالية، بينما وقف الخسارة بيكون عند المستوى الذي تم الارتداد منه كمستوى دعم جديد، لأن المقاومة السابقة أصبحت دعم بعد اختراقها. هذه هي الأساسيات اللي كلياتكم أو مش معظمكم بيعرف في هذه المستويات، كيفية اختراق المقاومة وكيفية كسر الدعم، متى يكون هذا اختراق ومتى يكون هذا كسر. سؤال دائما بيسألون كيف تتأكد أنه هذا الاختراق قد تم فعلا. شرطك الأساسي، هناك عدد كبير من الأساليب لتتأكد من أنه تم الاختراق. تم الاختراق مثلا تقدر جسم الشمعة اللي عملت الاختراق، لازم يكون على الأقل أكبر من متوسط حجم الشموع العشرة السابقة على سبيل المثال، بتشوف آخر عشر شموع صارت وبتشوف جسم الشمعة اللي صار فيها الاختراق، أو قد تكون الشمعة التي تليها مباشرة. إذا كان جسمها أكبر بضعفين أو بمرتين من متوسط حجم الشموع السابقة فهي شمعة اختراق. ممكن هذا هو الأسلوب أو هي الطريقة اللي أنت تحدد فيها. ممكن تستخدم مؤشرات مثل مؤشرات المومنتوم، مؤشرات الزخم، تتأكد فيها أنه في عندي ارتفاع بالزخم بشكل كبير، وبالتالي الاختراق هذا ممكن جدا أنه يكون، أو هذا الاختراق الذي تم هو فعلا اختراق لمستوى المقاومة وليس اختراقا كاذب. تمام. بذكر موضوع الكسر والاختراق الكاذب، خلينا نحكي مع بعض الكسر الكاذب للدعم أو الاختراق الكاذب للمقاومة. أحيانا بيجي السعر ويكسر، لاحظ هون بالنموذج اللي شايفينه عندكم هون، بيجي السعر ويكسر مستوى الدعم اللي نحن شايفينه هون، كسر شمعة قوية، شمعة كبيرة ممتدة أكبر من متوسط حجم الشموع السابقة بضعفين. إذا جبنا هاي أجسام الشموع، شو المتوسط تبع الشموع هذه؟ هو أكبر من متوسط الشموع السابقة، وكسر وأغلق دون هذه المستويات، ومن ثم الشمعة اللي بعده مباشرة عادت مجددا للارتفاع ورجعتنا فوق هذا المستوى. فالعملية اللي صارت هون هذا يسمى كسر كاذب للدعم. كيف تتجنب الكسر الكاذب للدعم؟ يتجنب الكسر الكاذب للدعم بانتظار نقطة الدخول حتى يتم إعادة اختبار مستوى الدعم المكسور. يعني لو نفترض انه هاي الشمعة الخضراء، انا ما دخلت بالكسر هذا، بستنى هاي الشمعة الخضراء اللي ارتفع فيها السوق، وصلنا إلى هذا المستوى ارتدينا بالاتجاه الهابط، أفكر بالدخول، ونقطة الدخول بتكون هي القاع أدنى قاع وصلت له الأسعار، أو هو النقطة الأدنى في الشمعة التي تم فيها الكسر السابق.
لو انه ما تمكن من الهبوط وعاود الارتفاع، اذا انا ما دخلت وتسرعت بنقطة الدخول او بصفقة الدخول اللي انا عملتها. هلأ بالنسبة للأسئلة اللي عم تجيني راح أحاول أجاوب عليها كونها related للمحاضرة. اللي عم يسألوني شباب، ممكن أول شيء محمد عبد الله ممكن عم يسألني، ممكن العمل أو نقوم بصفقة تحوط لو عكس الاتجاه مع إعادة الاختبار؟ هذا صفقة التحوط اللي أنت عم تحكي عليها بمعنى آخر هي صفقة يعني هيدجينج للصفقة اللي أنت عملتها. ما راح استفيد ولا راح يعني خلينا نقول حل الأزمة بهذه الصفقة. فيني أعطيك نموذج آخر، أنك أنت تنتظر إعادة الاختبار، تنتظر إعادة الاختبار، أو أنه إلا ما يكون السعر عمل عندي قاع، هذا القاع عندما يتم زيارته مرة أخرى أدخل بالصفقة بصفقة جديدة، لا أدخل بشمعة الكسر نفسها، وإنما أنتظر حتى يكون عندي أدنى مستوى بيحدث بعد الكسر مباشرة. لازم يكون في عندي ارتداد وموجة تصحيحية تعيدني بالاتجاه الصاعد. إذا عدت وزرت هذه المستويات سأنفذ صفقة بيع. هذا ما أتجه إلى تحقيقه. بالنسبة للمعلومة الأخيرة بخصوص الاختراق كرمان، أعتقد الاختراق يعني والكسر نفس المبدأ، شرحتها هون بعتقد وصلت بالنسبة لإلك. هلأ بنشوف عندي الكسر، الكسر نتأكد، بنعد آخر 10 شموع. إذا الشمعة التي حدث فيها الكسر، جسم هذه الشمعة هو أكبر من متوسط حجم العشر شموع السابقة، إذن هي شمعة كسر. ما بدخل، أنا أحتاج إلى تأكيدات أكبر، أنتظر أن يكون هناك ارتداد وعودة إلى مستويات شو؟ إلى مستويات الدعم اللي تم كسرها، نختبرها. فإذا كان هناك فعلا مقاومة جديدة تشكلت عند الدعم المكسور، لازم يرجعني السعر بالاتجاه الهابط. أنا مجهز للصفقة، بكون عند أدنى مستوى وصلنا إليه وأبدأ باستهداف الدعم التالي أو الدعم الجديد. نفس السيناريو أعكسه على موضوع الاختراق، الدخول عند سعر الفتح شمعة اختراق. لا، مو عند سعر الفتح بشمعة الاختراق، شمعة الاختراق نفسها ما بدخل فيها لأنه هي اللي عم تعطيني الإشارة. أصلا كيف بدي أتأكد أنه تم الاختراق؟ أحتاج أنه الشمعة تخترق وتغلق عند فوق مستوى المقاومة أو دون مستوى الدعم، بعرف أنه تم الاختراق أو تم الكسر. بنتظر، صار عندي مستوى، أنتظر عودة اختبار مستوى الدعم المخترق، عفوا المكسور، أو مستوى المقاومة المخترق، وبشوف هل السعر راح يرتد منه. إذا أنا أموري تمام وأنا بالاتجاه الصاعد أو بالاتجاه الهابط، وفعلا تم كسر الدعم أو تم الاختراق. صفقتي جاهزة عند أدنى مستوى وصلت إليه الأسعار بعد الكسر مباشرة، أو أعلى مستوى بعد الاختراق مباشرة. على سبيل المثال شوف المقاومة اللي حدثت عندي هون، تمام؟ إذا لم يعد السعر ولم يختبر مرة أخرى مستوى الدعم أو مستوى المقاومة، إذا لم يعد السعر مثل ما حدث عندي هون وواصل الاتجاه الصاعد مثل ما شايفين أمامكم، واصل الاتجاه الصاعد ولم يتمكن حقيقة من العودة للاختبار، عودة للاختبار، مو مشكلة. إذا الشموع اللي أنا شايفها أمامي، إذا الشموع اللي أنا شايفها أمامي أو التايم فريم اللي أنا عم بستخدمه ما أعطاني، بروح على تايم فريم أصغر وبشوف أول ارتدادة وعودة بالانخفاض، قاع ومن ثم انعكاس بالاتجاه، بدخل بالصفقة مرة أخرى. واضح؟ ولنفترض أنا فاتح 4 hours، تمام؟ فتحت تايم فريم 4 hours ولحقت هذول ال 4 hours وشفت إن الشموع بدأت بالارتفاع، أول شمعة اللي تم فيها الاختراق، ثاني شمعة كمان بالاتجاه الصاعد،
مباشرة أنا ببحث بفتح تايم فريم أصغر وبشوف هل في عندي أي هبوط تصحيحي بسيط، بتطلع على المؤشرات الزخم هل هناك زخم بالأسعار ممكن أنا أطلع مرة تانية بالاتجاه الصاعد. لكن خذها قاعدة، لا تبتعد كثيرا عن مستويات، يعني لا تخلي المجال انه انا بعدت كثير عن مستويات الدعم اللي تم المقاومه اللي تم اختراقها، وبالتالي راح يكون الستوب لوس تبعك بعيد نسبيا. انما اللي بيصير عندك بهي الحاله انك تبحث على تايم فريم اصغر، ونبحث في امكانيه هبوط تصحيحي وانعكاس بهذا التايم فريم الاصغر، وبدخل بالصفقه لاني انا اخذ الكونفرميشن من التايم فريم الاكبر منه انه في عندي اختراق تم، وأواصل الصفقة. محمد بيسأل ليش ما أشتري دائما عند الدعم وأبيع عند المقاومة؟ أنت أساسا تبحث عن أنك تشتري عند الدعوم وتبيع عند المقاومات، بس أول شيء بيتبادر لذهنك هو أنك راح تشتري، ما بتنفذ صفقة الشراء حتى يتم الانعكاس من مستوى الدعم. وإلا ماذا لو انت اشتريت هون وصار الاختراق بالشمع القدرة هاي الكبيرة؟ شو اللي استفدته انت هون؟ انت خسرت مباشرة. انما اللي بتستناه انه يوصل عندي، لاحظ هون وصلت لمستوى المقاومة افكر بالبيع، لاحظ الشمعة هذه سوداء وصلت عندي لتحت، افكر بالبيع مرة اخرى بالاتجاه الصاعد. هذا النموذج اللي انا شايفه امامي هون، هذا نموذج صار في عندي، شو صارت عندي؟ اجسام الشموع صغيرة، استطالات، يعني اجسام الشموع صغيرة نسبيا بالمقارنة مع استطالاتها، هناك ميل للاتجاه الهابط بشكل اكبر. في عندي كذا طريقة اعرف فيها انه في عندي ريفرسال سيجنال، ممكن يكون احد اشارات الانعكاس للشموع اليابانية، ممكن يكون في عندي العديد من الاشارات يمكن توظيفها لامكانية الانعكاس. اول شيء انا عند مستوى مقاومة، فاول اشارة الى انه لازم افكر بالبيع موجودة عندي. ابحث بعدها على هل يوجد انعكاس بالاتجاه، لأنه شو اللي وصلني عند المقاومة؟ وصلتني اتجاه صاعد، وصلني زخم بالاتجاه الصاعد. إذا بدأ الزخم بالاتجاه الصاعد يختفي تدريجياً وتبدأ الشموع تظهر لي عملية الانعكاس، لاحظ لما كنا بالاتجاه الصاعد شمعة خضراء، شمعة سوداء صغيرة، شمعة خضراء كبيرة، ومن ثم شمعة خضراء كبيرة أخرى وصلوني للقمة. اجتني هذه الشمعة السوداء، بعدين الشموع الخضراء أصبح جسمها صغير نسبياً بالمقارنة مع الأجسام السابقة، شمعة سوداء تالية دخلت بصفقة بيع. هدفي أني أزور مستويات الدعم السابقة، وفعلاً زرت مستويات الدعم السابقة، فهذا هون أنا فكرت بصفقة بيع، نفذتها من هذا المستوى، استهدفت عندي هذا المستوى. يعني عملياً صفقتي خلينا نقول استهدفت فيها حوالي 40 نقطة بالاتجاه الهابط، بينما لما كان عندي هذا الكسر الكاذب وارتداد وعودة مجددا، شايف هاي الشمعة السوداء الصغيرة اللي واقفين عندها هون لم تتمكن من كسر مستويات الدعم، اجت الشمعة الخضراء هذه. مع اغلاق هذه الشمعة انا فكرت بادخل بصفقة شراء لانه بدأ الانعكاس يظهر امامي، حطيت ستوب لوس عند ادنى المستويات اللي وصلنا اليها، والتيك بروفيت عندي ان اعود الى اختبار مستوى المقاومة هذه. هي هي المايند سيت وطريقة التفكير اللي لازم تكون موجودة عندك كمتداول. خليني اقول لك كيف تتاجر بمستويات الدعم ومستويات المقاومة ونركز فيهم مع بعض عشان ما يكون الحديث متناثر هون وهنيك، عددت لك اياهم تحت بعض اوكي، حتى نعرف تماما كيف بنتداول مستويات الدعم ومستويات المقاومة، كيف بننفذ ونتاجر عند هذه المستويات. الدعوم والمقاومات التي تكون أكثر وضوحا على الرسم البياني هي أكثر تأثيرا من غيرها. بمعنى آخر، ما تجيني تقول لي والله هذا مستوى دعم يعني هو ضعيف نسبيا ومبين أنه تم اختراقه وكسره بشكل كاذب أكثر من مرة، وتجي تقلي انه هذا مستوى للدعم. طب هذا مو مستوى دعم قوي، هذا ليس بمستوى دعم قوي.
إنما هو مستوى دعم ضعيف نسبيا. أما إذا كان واضحا على الرسم البياني هذا المستوى وكان الارتداد منه أكثر من مرة، إذا أفكر أنا بصفقة، أفكر أنه فعلا هذا مستوى للدعم، أفكر بأنه هذا فعلا مستوى للدعم. خليني أعطيكم مثال على ذلك، نشوف المنصة مع بعض هون. لاحظ عندما نرتد أول مرة وثاني مرة ثالث مرة قربنا إلها وهناك نوعا ما ضعف، رابع مرة هل تم الإغلاق؟ لا ليس بعد. هل أنا بالنسبة لليورو دولار أمريكي أكثر من مرة وصلت إلى هذا المستوى وارتديت منه، هل أفكر بالبيع أم أفكر بالشراء؟ هل تفكر أنت بالبيع أم تفكر بالشراء؟ علما أنه لا تنسى كان مقاومة سابقا مرة واثنين، كان مقاومة فيما سبق، تم الاختراق بشمعة قوية ممتدة ومن ثم أعاد اختباره كمستوى دعم وتم الارتداد مرة وردينا رجعنا مرة تانية، هل هذا المستوى، هل هذا المستوى ضعيف؟ لا، هذا مستوى قوي، مستوى دعم قوي. تفكر بالبيع أم تفكر بالشراء عنده هون باليورو دولار أمريكي؟ هل تفكر بالبيع أم تفكر بالشراء؟ السؤال موجه للأخوة المتواجدين معنا بمحاضرة اليوم، أنت هون بتفكر على اليورو بالبيع أم بالشراء؟ هذا أول صوت الكل لازم يصوت، كل الأخوة الموجودين معنا. ما عم لك ننتظر، كل عم لك بشو بتفكر، بماذا تفكر؟ أخ طاهر مظبوط، رح ننتظر، لسه ما تشكلت الشمعة ولسه ما تم تنفيذ أي شيء، ولكن أنت عم تنتظر تنفيذ ماذا؟ شراء. إذا مجموع الأخوة أو أغلب الأخوة اللي موجودين معنا جاوبوا بالشراء، وهذا الصحيح، لأنه أنا من المتوقع أني أرتد من هذه المستويات وأستهدف العودة مجددا. لاحظ بأسلوب بسيط جدا وبطريقة بسيطة جدا وعلى تايم فريم الأربع ساعات عرفت أنه ممكن أنا عندي هلأ فرصة بالشراء على اليورو دولار الأمريكي. ماذا أنتظر فعليا؟ أنتظر أن لا تتمكن الشمعة هذه من الإغلاق دون مستويات الدعم اللي هي عند 18-34 تقريبا، وأن تبدأ الشمعة التي بعدها بإظهار علامات انخفاض الزخم بالاتجاه الهابط، عندها سوف أستهدف العودة بالاتجاه الصاعد. إذا بدي حط هدف عندي وين ممكن توصل للارتفاعات، فلاحظ أنه هذه المنطقة، هذا الاختراق، هذه هي أول قمة رسمت، تمام؟ هذه القمة تم رسمها وارتدينا منها، تم اختراقها؟ لا لم يتم اختراقها، ارتدينا منها مرة أخرى، حاولنا مرة أخرى لم نتمكن، ونبدأ بهذا الشكل بوضع مستويات الدعم ومستويات المقاومة. الدعوم والمقاومات التي تكون أكثر وضوحا على الرسم البياني يكون لها تأثير أكبر على حركة السعر. الدعوم والمقاومات التي تستغرق فترة أطول في تكونها لها تأثير أقوى على حركة السعر، يعني اللي بتستمر لفترة طويلة دعم، التي تستمر لفترة طويلة دعم بلا شك هي مستويات دعم قوية، اللي بتستمر عندي لفترة طويلة كمقاومة بلا شك هي مستويات مقاومة قوية. كلما زاد عدد مرات الارتداد من منطقة الدعم أو المقاومة أيضا زاد تأثيرها. شوف كم مرة شوف كم مرة خلينا نقول أو كم أسلوب عندك لحتى تعرف إنه ما هو التأثير الخاص بهذا المستوى. أنا قلت يزداد تأثيره ولا تزداد القوة تبعه إنه لا رح يرتد بقوة. شو اللي بقصد فيه هون يا أخ محمد؟ مو موضوع تضعف المنطقة أو لا، فكر فيها من وجهة نظر ثانية، أنه عندما يكون هناك الارتداد أكثر من مرة فلازم تعرف أنه إذا تم كسر أو اختراق هذا المستوى فيحتاج إلى شمعة قوية ممتدة كبيرة حتى يتم الاختراق. فأنا أدعوكم
إلى اتخاذ واتباع هذه الاستراتيجية. عندما يكون هناك ارتدادات كثيرة من مستوى الدعم، حطها ببالك دائما أنه عندك pending order مجهز فوق مستوى المقاومة ودون مستوى الدعم. شو هدفك من البندنج اوردر هذا؟ انك تلحق الانفجار السعرية، لانه اذا تم اختراق مستوى مقاومة قوي فراح يكون عندي انفجارة سعرية، واذا تم كسر دعم قوي فراح يكون عندي ايضا انفجارة سعرية. فشو هدفي اني اميز انه هذا مستوى دعم قوي او مستوى دعم ضعيف؟ مستوى الدعم القوي ممكن تجي تقول لي قوي يرتد منه مرة واحدة وتغير الاتجاه كليا، اكيد قوي بس بعيد عنه انا كليا، ما عاد هو عندي هدف. انما المستوى الذي ترتد منه الاسعار باكثر من مرة ما راح اقول انه يضعف، هو ايضا مستوى مهم لانه more often الارتداد صار، فانت عندك شو؟ عندك صفقتك الجاهزة الى انه يكون الانعكاس موجود، لكن ايضا انت مجهز لانك تكون منشار، اول ما يكون عندي فرصة على الاتجاه البديل انا موجود بصفقة ايضا. فلما يكون عندك اكثر من مرة عم بيتم الاختراق كون جاهز، عم بيتم الارتداد كون جاهز للسيناريو البديل، لانه راح يكون عندي انفجارة سعرية. تمام؟ مستوى الدعم او المقاومة الاكثر حداثة، الأكثر حداثة يعتبر أقوى من المستويات القديمة. يا أخ محمد، بعتقد هيك جاوبت على سؤالك أنه تضعف المنطقة، لأن المستوى المقاومة الجديد هو أكثر أهمية من مستوى المقاومة القديم بلا شك، لأنه تم اختراقه، تم كسره، صار ضعيف، ممكن مهدد بأي لحظة. بينما المقاومة الجديدة أو الدعم الجديد هو الأكثر تركيزاً. كلما زاد الإطار الزمني، يعني إذا أنت فاتح على تايم فريم ديلي ويكلي، فأعرف أنه عندك مستويات دعم جبارة قوية جدا، تكاد تكون مستويات نفسية. تريدرز كلياتهم بيعرفوا أنه إذا وصل لهون ممكن جدا أنه يرتد، فأفكر أنا بالارتداد أول أكثر من أني أفكر بماذا؟ بالاختراق أو الكسر. يجب إغلاق السعر بشكل واضح على المقاومة حتى يسمى اختراق، أو كسر واضح وقوي أسفل الدعم ليصبح كسر حقيقي، هي حكينا فيها. تداول السعر لمدة زمنية أطول عند مستوى معين من الدعم أو المقاومة يزيد من قوته وتأثيره. يعني أنا وقت اللي يعني شو المقصود بتأثيره وقوته؟ مقصود فيه إنه انتبه، بين الدعم والمقاومة هي عم بيكون في عندي ارتدادات كثيرة، كون مجهز للتغير السعري. التداولات المتقلبة ما بين دعم ومقاومة يعني أنا لازم أطلع من هاي القناة، لازم أطلع من هاي المنطقة، فبالتالي لازم أكون جاهز. إما أن أستغل الموجات الداخلية اللي عم تتقلب فيني ما بين الدعم والمقاومة، أو أنه أكون جاهز بصفقات خارجية مجرد أنه اخترقنا أو كسرنا نكون ندخل فيها. وإذا كان الواحد جدا متحيز أو بيخاف يدخل بهذا الشكل السريع، انتظر إعادة الاختبار وادخل مرة أخرى. لكن مثل النموذج اللي فرجيتكم إياه من شوي، التداول لفترة طويلة ما بين مستوى دعم ومستوى مقاومة خلانا ننفجر انفجارة سعرية قوية نسبيا. ينبغي عليك أن تركز على صفقات الشراء بالاتجاه الصاعد، وذلك بتنفيذ هذه الصفقات عند مستويات الدعم أو بعد اختراق المقاومة. يعني الشراء ما بتفكر فيه إلا لما بنكون قريبين من مستوى دعم، بالتالي هناك الارتداد، أو تم اختراق مستوى المقاومة بنقول إنه في عندي صفقات شراء. البيع بالعكس، إما ارتداد من مستويات المقاومة أو كسر لمستويات الدعم. هذه هي مستويات الدعم ومستويات المقاومة مثل ما يعني حبيت أني أشيرها لكم. خليني أنتقل معكم الآن إلى الاتجاه وخطوط الاتجاه. الاتجاه وخطوط الاتجاه، عندي ثلاث
أنواع وأصناف لخطوط الاتجاه. Major Trend، Intermediate Trend و Short Term Trend. أوكي؟ عندي Major Trend وهو الاتجاه العام الأساسي أو الاتجاه الرئيسي، يستمر من 6 أشهر وأكثر من ذلك. بيصير عندي أنا شيء اسمه شو؟ Major Trend، تمام؟ Intermediate Trend بيستمر عندي ما بين 3 أسابيع إلى عدة أشهر، من 3 أسابيع إلى عدة أشهر بيكون عندي هذا Intermediate Trend. فاللي بده يسألني هل اليورو بدأ الموجة الصاعدة، هل اليورو الموجة، بنعد ما بده شيء. من 3 أسابيع إلى 4 أشهر 5 أشهر أنا بمجال Intermediate Trend، وهي موجات متوسطة المدى. الموجة الطويلة لازم يكون عندي امتداد فيها لأكثر من 6 أشهر. القصير بقى هو اتجاه يقل مدته عن 3 أسابيع. أنا أخ محمد مالي عرفان أنت عم تسألني ولا عم تأكد المعلومة؟ بصراحة محمد عبد الله أنا ما يعني، يا ريت بس توضح لي أنت عم تسأل ولا عم تشارك هيك. فعرفنا الأشكال الثلاثة مثل ما موضحين عندك. Primary Trend هو اللي لونه أخضر بيكون كبير. الـ Short Term Trend وهي عبارة عن موجات أصغر متوسطة المدى، تمام؟ عفوا اللي هي Intermediate Trend، واللي منقطة بالبني هي عبارة عن الـ Short Term Trend وهي الصغيرة كليا، هي اللي عم بتكون عندي مدتها أقل من 3 أسابيع. هذه هي الطريقة لتصنيف الاتجاهات وحركة الاتجاه. طبعا أنا لهون بنهي هاي المحاضرة. المحاضرة إلها جزء ثاني وهو خطوط الاتجاه. راح أجل خطوط الاتجاه لمحاضرة القادمة إن شاء الله، راح أحكي فيها لأنها related للمحتوى اللي أنا رايح أقول فيه. وناخذ مع الخطوط الاتجاه أيضا استراتيجيات تداول مطبقة على مستويات الدعم ومستويات المقاومة وخطوط الاتجاه معا. فطبعا هذه المحاضرة مسجلة وهلأ أوقفت التسجيل أنا. وطبعا المحاضرة هذه مسجلة، راح يتم رفعها على اليوتيوب بشكل أكيد إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنه بدأت تشوفوا هلأ أنه كل المحاضرات، أغلب المحاضرات بدأ يتم رفعه على اليوتيوب، ورح نصير نحن بشكل مستمر. الرابط بإمكانك إما أنك تزور قناة اليوتيوب الخاصة بإكويتي اللي اسمها إكويتي إم إي، أو أنك تفوت على الويب سايت على أرشيف المحاضرات المسجلة وتنتظر أن يكون في عندك الرابط الخاص ب أو التسجيل الخاص بمحاضرة اليوم موجود بالأرشيف. فأي سؤال أو استفسار لحتى نقوم بالإجابة عنه إخواني المتواجدين معنا. أخ محمد عبد الله إذا في عندك تأكيد على خليني بس أفهم منك إذا في عندك أسئلة أو استفسارات، أو أي حد عنده أي سؤال أو استفسار نحن موجودين لنجاوب على هاي الأسئلة. إذن أشكر الجميع على تواجدهم معنا في محاضرة اليوم، أتمنى لكم كل التوفيق ونراكم على خير إن شاء الله في المحاضرة القادمة.